المخرج الكبير خالد يوسف كان ضيف ندوة مهمة جدا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحضر عدد كبير جدا من الجمهور وأدار الندوة الناقد نادر عدلي. عرب وود حضرت الندوة ونقلت لنا كمان كل حاجة بالصوت والصورة. المعاقين أنا أحب أنه يتعمل الأفلام بشكل طبيعي، يبقى فيه دراما، ولد من الولاد مثلا البطل أو البطلة معاق، ويبقى خط درامي من الخطوط عشان ما نحسسي الناس ان دي اشكالية او دي مشكلة او نحسسهم باعاقتهم، لا خليهم طبيعيين. برضو انا بقول في النهاية دي مش هتخلينا لا نفقد ايماننا بقضية الحرية ولا نسيبها ولا نسيب قضية الحرية ان حد يتسلط علينا، وهنناضل عشان نحصل على حريتنا كاملة، حريتنا كاملة، لان وطن من غير حرية ما اعتقدش ان في حد يحب يعيش في وطن بلا حرية. خالد يوسف غايب عن السينما من 4 سنين، وكان اخر افلامه كف القمر، وفي قرب وود كان لينا حوار مع خالد سألناه فيه عن سبب غيابه وحكاية انشغاله عن السينما بالعمل السياسي وموقفه من الترشح للبرلمان. تعالوا نشوف قال ايه. انا نازل لان عملنا ثورتين وتعذبنا، والشعب ده تعذب كتير جدا، صبر اكتر من 30 سنه عشان ياخد حقوقه، وفي الاخر ممكن لو جه برلمان غير متوازن او الناس اصحاب المصالح هم اللي سيطروا عليه، هتلاقي لا عيش كريم اتحقق ولا عداله اجتماعيه اتحققت ولا اي نص من نصوص الدستور العظيم اللي احنا اقرناه واللي الشعب المصري وافق عليه باكتساح اتحول لواقع متحرك على الارض. فانا بتصور ان على المؤمنين باهداف هذه الثوره في العيش والحريه والكرامه الانسانيه والعداله الاجتماعيه والاستقلال الوطني والدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه، المؤمنين بهذه الشعارات بجد عليهم ان هم يتقدموا الان عشان يحولوا مواد الدستور لواقع متحرك على الارض، ودي المهمه اللي انا داخل عشان اعملها. السينما يعني في هذه المرحله انا جهدي كله منصب على ملف انقاذ صناعه السينما. لو مش عارف اشارك كمبدع في صنع افلام، بشارك الان في لجان مع الدوله عشان ننهض بالسينما مره اخرى وترجع السينما المصريه تعود لريادتها ونرجع ننتج 100 فيلم ويعني نشعل طاقات التنوير مره اخرى في سماء القاهره وفي سماء المنطقه العربيه كلها. خالد يوسف كمان بيأكد دايما ان قضيته الاساسيه هي السينما حتى لو غاب عنها وانشغل بالسياسه شويه. يعني ايه الكلام ده؟ خالد هيجاوبنا حالا باذن الله قريب، بس من نخلص المهمه بتاع البرلمان اكيد هرجع اشتغل فن، لاني مش هقدر، ده دوري اللي انا مهيئ ليه ومش هتخلى عنه، بس في عندي مهام الان بديها اولويه. قابلنا كمان الناقد نادر عدلي اللي ادار الندوه. عدلي اتكلم عن خالد يوسف ووضعه الحالي بين السينما والبرلمان، واختار كمان افضل افلامه. لا اقول له ان الفن اللي هيبقى لك، يعني لغايه دلوقتي لما نحب نتعرف على خالد يوسف بنقرا افلامه، يعني ما هي فيها قراءه وفيها رؤيه وفيها راي، احنا ممكن نرفضه ممكن نقبله، حاله برلمانيه كامله كل فيلم سينمائي. كونه اختار انه يخش البرلمان ويخوض انتخابات اعتقد ده ممكن يسريه كمخرج، لانه هيبتدي يلتقي بناس حتى لو كان خالد طول عمره يحب يلف في الازقه والشوارع والحواري ويتعرف على اكبر عدد ممكن من الناس، لكن الانتخابات اللعبه مختلفه والحسابات مختلفه والمصالح مختلفه. اعتقد انه نجح او لم ينجح، التجربه البرلمانية وتعامله مع الشارع تعامل مباشر وجيد عشان يقدر يوصل للبرلمان هيفيده جدا بعد كده كمخرج يعني، بس انه يتخلى عن الاخراج اعتقد صعب يعني، مهنته وقلقه وشهرته كل حاجة. دكتور احمد مجاهد رئيس معرض الكتاب متحيز جدا لخالد يوسف في مجال السياسة، واكد على ان وجود خالد واللي زيه من المثقفين بيحمي البرلمان. ليه؟ يلا نعرف حالا.
فنان خالد يوسف فنان متميز جدا، مخرج كبير له جمهوره، بيعمل سينما حقيقية، ما بيعملش سينما تجارية. في نفس الوقت خالد يوسف شارك في 25 يناير وشارك في 30/6، فراجل له دور سياسي والشباب بيحبه، ووجوده معنا النهاردة مكسب. ده أنا بأيد أن كل مثقف وكل فنان ينزل، بدل ما يقولنا ناس ما بيعرفوش يقروا يكتبوا. احنا عايزين برلمان متميز ومثقف وواعي وفنان، علشان هو ده اللي هيشرع لمستقبل مصر.